بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبغى يا شيخ نبذة بسيطة كذا عن النسب، الاسم، النشأة، الولادة. الله يبارك فيك. الله المستعان. على كل حال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. أولا النشأة، فأحمد الله الذي الحمد لله جعل ولادتي وتربيتي في بيت سلفي محض لا يعرفون إلا الكتاب والسنة. ما شاء الله، هذا من نعم الله. ونحن أصحاب الأراضي الضيعات الكبيرة، وترد العلماء والمشايخ الحمد لله، والجد رحمة الله عليه كان جد جدي مباشرة، كان مسؤولا عن 3 قرى هندية في الشمال قريبا من حدود نيبال، لا أثر في هذه القرى للإنجليز مطلقا، ما شاء الله. وكان ينفذ بفضل الله تعالى ما قدر من أحكام الشريعة من فرض الصلوات على من التعزير على تأخر الناس عن الصلوات. سبحان الله ما شاء الله، مثل ما كانت من الدعوة الوهابية. وحتى أذكر وأنا صغير الحمد لله حصل من 2 من امرأة ورجل من الفاحشة، فجلدوهم جلدا وتحت شجرة، كأني أتصور وأنا لابس سروها صغير وعلام مع الأولاد، وتحت شجرة كبيرة من شجر المانجا اجتمع الناس وربطوا المرأة من وجهها كلها وجسمها، وأيضا الشخص من جهة، فنظر 100 جلدة، جلد بمعنى جلد قوي الحمد لله. ثم بعد ذلك ألزموهم بالزواج مع بعض. نعم ألزموهم بالزواج.